السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب، اليوم في معانا مسجل وكالة، شاشة وكالة حقت كامري من 2012 إلى 2017. طبعا يا شباب، الزبون بيطلب مننا نربط لها البلوتوث، بس حبينا ننزل لكم طريقة ربط البلوتوث في هذا الشاشة. طبعا أول شيء بندخل على هذا رمز الجوال. طبعا بعد ما ندخل على رمز الجوال، لو كان في أكثر من 5 أجهزة ما بيدخلش معانا. أول ما نضغط هنا يقول للأسف ما يدخل معانا. طبعا بندخل على الإعدادات حقت البلوتوث ونشوف الأجهزة. شوفوا هنا في معانا هنا هذا الأجهزة، بنسوي لها حث. هنا الآن بنسوي لها اتصال، بس لو كانت أكثر من 5 أجهزة بنسوي لها حث. نسوي حث في الأجهزة، طبعا بيطلع لنا ديليت، وبنسوي لها حث معنا. بعدين مثلا في هذه الحالة طلعنا طبعا نفس هذا الخيار، احنا بندخل على كونتاكت تليفون. بعد ما يطلع لنا كونتاكت تليفون يطلع لنا كذا، عندنا الان جوال واحد متصل. لو كان 5 أجهزة ما بيقبل معانا نضيف اي جهاز، لكن الان بنضيف، يطلع لنا هذا الخيار. خلاص، هذا الان بنبحث على هذا الاسم، ولو طلب مننا كلمة مرور بنطرح 4 أصفار. الان بنبحث عليه من الجوال. طلع جوالك بس. هذا الآن الجوال، نبحث على اسم الاسم حق السيارة نفسها. الآن بنشوف هذا آخر واحد اللي طلعنا في البحث. طبعا هذا هو موجود معنا هنا، وبنتصل عليه طوالي. اول ما يتصل بعدين بيطلع معنا في الخيارات حقت الاوديو، بيطلع هذا الخيارات، نضغط على اول بي تي يشتغل معنا طبعا على طول. يشتغل معنا الصوتيات ويشتغل معنا كل شيء. مع تحيات ابو لؤي.